لقبوه شيخ الرياضة ونصيرها، جعفر ولي باشا، الرئيس الرابع للنادي الأهلي، الرئيس اللي تولى قيادة النادي الأهلي في أهم مرحلة منذ نشأة النادي. الأهلي وصل في عهده لمرحلة النضج، وترسخت شخصية النادي الأهلي عند أعضائه، ومش بس كده، وجماهيره. فترة رئاسة جعفر ولي بالمناسبة كانت الفترة المعلمة، الفترة اللي رسمت وثبتت سمات شخصية النادي الأهلي في عقل أعضائه وجماهيره. وأصبح اللي يجي من بعده يمشي على نفس المنهج لحد النهار. أنا سلمى بنت جعفر ولي. إحنا من أصل شركسي، وبرضو عندنا أصل مصري صعيدي، وليا إخواتي أنا الكبيرة، بعدي أخويا خالد وأختي منى واتنين إخوات توأم، محمد وجعفر. جعفر ولي ولد بالقاهرة من أصول شركسية، وتعلم في مدرسة الناصرية الابتدائية، ثم الخديوية الثانوية. والخديوية دي أقدم مدرسة ثانوي في مصر، كان اسمها التجهيزية في الأول، وبعدين اتحولت بقت أول مدرسة ثانوي في مصر. مدرسة الخديوية ساهمت بنسبة كبيرة جدا في تكوين السمات الشخصية الرياضية لجعفر ولي. كون انه كان كابتن المدرسه وساهم او شارك في ممارسه الرياضه في المدرسه، ده ساهم بنسبه كبيره جدا في التكوين الرياضي له وعلاقته بالرياضه. هو يعني نشا على التفوق، وكمان كان الاول على الثانويه، فتخرج من مدرسه الخديويه وهو اول القطر المصري كله، التحق بمدرسه الحقوق قسم اللغه الانجليزيه، وكمان بقى الاول عليه. رغم ان درست الحقوق وطبيعي جدا كان يتجه لعمل في النيابه والقانون، لانه لم يجد نفسه في هذا المجال، فتوجه الى مجال اخر وهو وزاره الماليه، وعمل مفتش في هذه الوزاره لفتره من الزمان. في سنة 1908 بدأ مشواره الوظيفي في وزارة الداخلية سكرتيرا للوزارة أو للنظارة، واستمر بها حتى عين وكيلا لوزارة الداخلية أو لنظارة الداخلية في 1918. أنعم عليه السلطان حسين كامل بلقب البشوية في 1915، وكان أصغر باشا يحصل على هذا اللقب. وفي سنة 19 تولى جعفر ولي وزارة الأوقاف في وزارة حسين رشدي، كان أصغر وزير يتولى حقيبة وزارية في مصر. وفي سنة 21 تولى جعفر ولي وزارة المعارف العمومية في وزارة عدل يكل. في مارس 1922 اختير جعفر ولي وزيرا للأوقاف، ودي كان بيرأسها عبد الخالق ثروت. كان عبد الخالق باشا هو رئيس وزراء، وكان شغال معاه جعفر باشا، وفي نفس الوقت كان هو وكيل النادي الأهلي الذي يرأسه عبد الخالق ثروت باشا. بعد كده بقى وزير في ثلاث وزارات للأوقاف والمعارف والحربية، مع إيه بقى؟ مع طيارات مختلفة، طيارات من الوفديين وحزب الأحرار الدستوريين اللي هو كان ينتمي إليه. كان وزير حربية والبحرية في مع عبد الخالق ثروت. وفي وزارة النحاس باشا تولى جعفر ولي وزارة الحربية والبحرية، وأضاف عليهم في وزارة محمد محمود كمان وزارة الأوقاف. كان في صدام عنيف جدا مع المعتمد البريطاني بسبب إصرار الإنجليز على التدخل في شؤون الجيش المصري. حتى بعد الدستور 23 كان ليهم تدخلات كتيرة جدا للسيطرة على الجيش. الدستور ده كان من أهم الدساتير في اللي بنت عليه مصر بعد كده، إن كان بينص على استقلال مصر في كل النواحي عن سلطة الاحتلال الإنجليزي. وكان طبيعي جدا إن ممكن يبقى رئيس وزراء، وفعلا اترشح أكتر من مرة إنه يبقى رئيس وزراء، لكن الإنجليز كانوا دايما معارضين للفكرة دي،
لأنه هو كان وزير حربية ووزير بحرية، كان له مطالب في تقوية الأسلحة دي، وكان الإنجليز رافضين، لكنه استمر عضو في مجلس الشيوخ. تزوج بنت مصطفى المراغي اللي هو كان شيخ الأزهر، وكان جاره في حلوان، فنشأت العلاقة من هنا، واستطاع أن يعني يأنس إلى زوجته بنت مصطفى المراغي. والدي وجدي الشيخ محمد مصطفى المراغي كان أصحاب قوي، وكان بيجي طبعا في حلوان كتير، وكان الشيخ المراغي كمان بيروح المطرية كتير. جدي قال لوالدتي، قال لها إن كنت يعني عايزة تشوفيه وكده، وزمان كان بس مش سهل يعني، وخصوصا إن مركزه هو كمان ومركز شيخ الأزهر، فقال لها من ورا الشيش تشوفيه، وفعلا حصل كده والله.